بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 33. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه الليلة، ليلة القدر، ذكر الله سبحانه وتعالى لها صفات عظيمة مميزة لها عن غيرها من الليالي، مما يرغب المسلم في تحريها واغتنامها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها ويأمر بتحريها. فهي ليلة عظيمة، ليلة مباركة. أولا من مزاياها أن الله أنزل فيها القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومعنى ذلك أنه ابتدأ نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ثم توالى ينزل عليه مفرقا في 23 سنة حتى تكامل عند وفاته صلى الله عليه وسلم. فبداية إنزال القرآن في هذه الليلة تعطيها مزية على غيرها، لأن الله شرفها بذلك. ثانيا أن الله سماها ليلة القدر، و ليلة القدر قيل معناه أنها تقدر فيها، أنها يقدر فيها ما يجري في السنة، ما يجري في السنة من الأحداث والأمور، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي محكم. وهذا تقدير خاص، هذا التقدير السنوي، وهناك التقدير العام الذي قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. والتقدير الذي في ليلة القدر يؤخذ من التقدير العام المكتوب في اللوح المحفوظ، وهناك التقدير اليومي كما قال تعالى: كل يوم هو في شأن. تقدير يومي، ما يجري في اليوم. فسمى الله ليلة القدر بذلك لأنها
تقدر فيها الآجال التي تجري في السنة، تقدر فيها المواليد، تقدر فيها الأرزاق، تقدر فيها الحوادث التي تجري في السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم. وقيل سميت ليلة القدر لأنها ذات قدر، أي مكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله جل وعلا وصفها بأنها مباركة. العمل الصالح يبارك الله جل وعلا فيه ويضاعفه ويوفق المسلمين للعمل الصالح في هذه الليلة، فهي مباركة على هذه الأمة، فيها بركة وفيها خير. رابعا، أن الله سبحانه وتعالى فخم من شأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا تفخيم وتعظيم لها، مثل القارعة: ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. هذا تفخيم، تعظيم للحدث الذي يجري في هذا اليوم والذي يجري في هذه الليلة، مما يدل على عظمتها أن الله عظم من شأنها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر. هذا من باب تعظيم لها وتفخيم شأنها، لأنها ليلة عظيمة من بين الليالي. الخامس، أن الله جل وعلا قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في مدة ألف شهر، فالعمل الصالح فيها يعادل، بل هو خير، أكثر من العمل في ألف شهر، خير من ألف شهر. وألف الشهر 83 سنة وزيادة أشهر، يعني لو أن الإنسان اجتهد بالعمل الصالح مدة ألف شهر، أكثر من 80 سنة العمل الصالح، فالعمل في هذه الليلة الواحدة خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار ويضاعف الأعمال الصالحة بأضعاف كثيرة، منها ما يضاعف بعشرة أمثال، ومنها ما يضاعف 500 ضعف، ومنها ما يضاعف 700، ومنها ما يضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومنها ما يضاعف بغير حد. الله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، فالعمل في هذه الليلة خير وأفضل من العمل في ألف شهر. لو استوعبها المسلم كلها، كل ألف الشهر
استوعبها في الطاعة فإن العمل الصالح في هذه الليلة أكثر وخير من العمل الصالح في ألف شهر، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. لذلك فهي ليلة جديرة لأن يعتنى فيها. سابعا، أن الله سبحانه وتعالى قال: تتنزل الملائكة والروح، تتنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر تتنزل الملائكة من السماء. والروح قيل هو جبريل عليه السلام كما في قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. جبريل يسمى بالروح. وقيل الروح جماعة من الملائكة كما قال تعالى: يوم يقوم الملائكة والروح بإذن ربه، يوم يقوم الملائكة والروح صفا لا يتكلمون. فالروح قيل هم جماعة من الملائكة، نوع من الملائكة، لأن الملائكة أنواع قسمهم الله حسب حكمته سبحانه وتعالى وصنفهم إلى أصناف، ومنهم الروح. ويطلق الروح ويراد به قوة الإيمان، الروح يراد به الإيمان والقوة. قال تعالى: وأيدهم بروح منه، أي بإيمان وقوة. ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم، فالريح والروح معنى القوة. وهذا يحصل للمسلمين في هذه الليلة، أن الله يقويهم ويرغبهم على العمل الصالح في هذه الليلة. ويطلق الروح ويراد به القرآن، كذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا، القرآن روح. فقوله تعالى: تتنزل الملائكة والروح، يحتمل أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه صنف من الملائكة يسمون بالروح، وكذلك يحتمل أنه ما ينزله الله من القوة على المسلمين والرغبة في العمل الصالح في هذه الليلة. تتنزل الملائكة والروح. لماذا تتنزل الملائكة والروح؟ تتنزل الملائكة لأجل مساعدة بني آدم وتنشيطهم على العمل الصالح في هذه الليلة. فالملائكة تنزل تساعد بني آدم على الأعمال الصالحة، تنزل في الجهاد في سبيل الله، تقوي المسلمين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالملائكة تنزل في الجهاد لتساعد المسلمين على قتال عدوهم وتثبيت قلوبهم. وتنزل الملائكة لإعانة المسلمين على صلاة الليل وعلى الأعمال الصالحة في هذه الليلة، في ليلة القدر خاصة، لإعانتهم وتأييدهم وتنشيطهم. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، بإذن الله سبحانه. الملائكة لا تتنزل إلا بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فالملائكة لا تنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذنه جل وعلا. هذه الليلة
لها صفة ثامنة وهي أنها سلام، أنها سلام على المسلمين، سلام من الآفات، سلام من الأذى، سلام من الشيطان. يسلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة من كل محذور، وهذا خاص بالمسلمين والمؤمنين حتى مطلع الفجر. سلام هي أي ليلة القدر حتى مطلع الفجر، نهايتها بطلوع الفجر. فهذه الخيرات تكون في هذه الليلة من أولها عند غروب الشمس وتستمر إلى نهايتها عند طلوع الفجر. فأي ساعة من ليلة القدر توجه المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والقيام والتضرع، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل دعاءه ويتقبل عمله ويستجيب له ويتقبل توبته. فالمذنب والعاصي إذا تاب إلى الله توبة صحيحة في هذه الليلة فإن الله يتوب عليه، وإن كان الله يتوب على التائب في كل وقت، في كل وقت الله يقبل التوبة في كل وقت، ولكن في هذه الليلة أشد قبولا وأسرع إجابة من الله سبحانه وتعالى. فهي ليلة عظيمة يتوب فيها المذنبون ويجتهد فيها الصالحون ويتهجد فيها المتهجدون ويتضرع فيها الداعون، كل يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين وللأحياء والأموات، يدعو يكثر من الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن صادفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فينبغي للمسلم أن يكرر هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين، وهو وصية لجميع الأمة. هذه الليلة في شهر رمضان بلا شك، هي في شهر رمضان بلا شك، لا تخرج عنه. ولكن هي في أي ليلة؟ الله أخفاها، الله أخفاها. لماذا أخفاها؟ من أجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان من أوله إلى آخره حتى يحصل على ثواب هذه الليلة ويحصل على ثواب بقية الليالي، لأن ليالي رمضان كلها ليالي خير. فلو بينت هذه الليلة للناس لقصدوها وتركوا بقية الليالي. فمن حكمة الله ورحمته بعباده وإرادته الخير لهم أنه أخفاها من أجل أن يجتهدوا في جميع ليالي الشهر، لأن المسلم إذا اجتهد في ليالي الشهر كلها فإنه قد صادف ليلة القدر قطعا، لأنها لا تخرج عن الشهر. وأما من اجتهد في بعض الليالي وترك البعض الآخر فلا يضمن له أن يصادف ليلة القدر، ربما يصادفها وربما لا يصادفها، ربما تكون في الليالي التي تركها. أما من قام ليالي رمضان كلها فإنه يكون مدركا لليلة القدر ومدركا لثواب رمضان كله،
كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس المراد إن الإنسان يقوم ليالي رمضان كلها ولا ينام، إنما المراد أن يقوم مع الإمام، لأن صلاة التراويح، صلاة التهجد في آخر الليل، السنة أن تكون جماعة، أن تصلى جماعة في المساجد. فمن قام مع الإمام، من قام مع الإمام حتى ينصرف، ففي الحديث أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يكتب له قيام ليلة كاملة. هذا فضل من الله، مع أنه الإمام ما يقوم كل الليل، إنما يقوم تراويح والتهجد في آخر الليل. فمن لازم الإمام وصلى معه من البداية إلى النهاية ولم ينصرف إلا مع الإمام، فإن الله يكتب له قيام ليلة كاملة، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. فهذه الليلة لا تتعين في ليلة مخصوصة من رمضان، بل كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، ولكن أرجى الليالي لليلة القدر العشر الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والحديث في الصحيحين: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهي في الأوتار آكد، الليالي الأوتار آكد، ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، هذه الأوتار. الأعداد الوتر التي ليست زوجية، هذه الأوتار. ولكن ليلة 27 أرجاها، وهي هذه الليلة، ليلة 27 هي أرجى الأوتار، أوتار العشر، كما قال بذلك ابن عباس وأبي بن كعب وجماعة من الصحابة، وهو رأي الإمام أحمد رحمه الله أنها تتحرى أكثر في ليلة 27، هذه أرجاها، أرجى الليالي. فينبغي للمسلم أن يحرص على الاجتهاد، على الجد والاجتهاد في هذه الليلة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له خير هذه الليلة، وأن يجعله ممن أدرك ليلة القدر ونال ثوابها ونال أجرها عند الله سبحانه وتعالى. والأعمال في هذه الليلة، الأعمال الصالحة متنوعة، متنوعة: الصلاة، التهجد، والدعاء في الصلاة وخارج الصلاة، الاجتهاد في الدعاء في هذه الليلة والإكثار من الدعاء، وكذلك الاجتهاد في الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الإكثار من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير
فالأعمال الصالحة كثيرة وأبواب الخير واسعة، الصدقات والإحسان إلى الناس أبواب الخير واسعة، والمسلم يجتهد في هذه الليلة بما يسر الله له من الأعمال الصالحة، لكن يحرص على قيام هذه الليلة، يحرص على قيام هذه الليلة مع المسلمين، لأن الصلاة تشمل الدعاء، تشمل الركوع والسجود والقيام بين يدي الله، فهي خير الأعمال. فعلى المسلم ألا يحرم نفسه من هذه الليلة. ثم أيضا ليس المقصود أن الإنسان يجتهد في هذه الليلة ثم بقية الليالي يتكاسل، لا، المقصود أن هذه الليلة تفتح له باب الخير وتنبهه من الغفلة، فربما تكون هذه الليلة منطلقا للمسلم في بقية حياته كلها، ربما أن الله يوفقه للتوبة من الذنوب فتصلح أحواله في بقية عمره ويستقيم على طاعة الله، ربما أن الله يفتح على قلب المسلم الرغبة في قيام الليل فيداوم عليه، يداوم على قيام الليل في بقية عمره، بما أن الله يفتح على المسلم في الدعاء والرغبة في الدعاء فيستمر على الدعاء، يستمر على الدعاء ويكثر من الدعاء، لأن الله يحب من عباده أن يدعوه وأن يكثروا من دعائه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الصحيح أن الله سبحانه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا في كل ليلة، فربما أن المسلم يفتح الله على قلبه في هذه الليلة فيستمر في قيام الليل خصوصا في الوقت الأسحار من كل ليلة، فتكون هذه الليلة منبها ومنطلقا له في بقية حياته، وعلى المسلم أن يكثر من الدعاء، الدعاء لنفسه أولا، والدعاء لوالديه، والدعاء لأقاربه وأرحامه، والدعاء للمسلمين، يدعو لنفسه ويدعو للمسلمين، ويدعو الله بنصر الإسلام والمسلمين، يدعو الله بالنصر للإسلام والمسلمين، يدعو الله بكل ما فيه نفع له وفيه نفع للمسلمين، فإنها ليلة عظيمة يستجاب فيها الدعاء ويرغب فيها العمل الصالح، فهي ليلة عظيمة مباركة من أدركها وقام فيها ودعا الله فإنه قد حصل على خير كثير قد لا يمر به في حياته. هذه مواسم عظيمة تمر بالمسلم فينبغي له أن يتنبه لها وأن يستغلها بالخير ولا يغفل عنها وتمر عليه وهو غافل معرض لا يستفيد منها، فهذه حالة الأشقياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعو المسلم بصلاح نفسه، ويدعو المسلم
بمغفرة ذنوبه، ويدعو المسلم بطلب حوائجه من الله عز وجل: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت فقير، فقير، اسأل ربك، ارفع يديك له واسأله كل ما تريد وكل ما تحتاج لدينك ودنياك. المريض يسأل الله أن يشفيه، الضال يسأل الله أن يهديه، الفقير يسأل الله أن يغنيه، المقصر في الأعمال الصالحة يسأل الله أن يعينه وأن يرغبه في الطاعة، المذنب استغفر الله ويتوب إليه، يسأل الله أن يغفر له ذنوبه وخطاياه، وكذلك يسأل للإسلام والمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو لولاة أمور المسلمين، يدعو لولاة أمور المسلمين بالصلاح والهداية والاستقامة، لأنهم إذا صلحوا أصلح الله بهم رعاياهم وأصلح بهم المسلمين، فيدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالصلاح، يدعو لهم بالاستقامة، يدعو لهم بالتوفيق، لأن صلاحهم صلاح للإسلام وصلاح للمسلمين. نسأل الله سبحانه وفي جميع العمر أن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يوفقنا للتوبة من الذنوب، وأن يعتقنا وإياكم وجميع المسلمين من النار. نسأله أن يجعل لنا من هذه الليلة العظيمة أوفر حظ ونصيب. نسأل الله أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. نسأله سبحانه بالنصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. نسأله أن يذل الشرك والمشركين وأعداء الدين. نسأله سبحانه وتعالى أن يمد المسلمين بالنصر والتأييد والإيمان والثبات على الحق. نسأله سبحانه وتعالى أن يعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين. نسأله أن يولي علينا خيارنا، وأن يكفينا شر شرارنا. نسأله سبحانه أن يقينا وإياكم وجميع المسلمين من شر الفتن ومضلات الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال في هذه الليلة المباركة، فكثير من الإخوة يسأل:
هل ثبت تعيين ليلة القدر بليلة 27؟ وما هو هدي السلف في هذه الليلة؟ وجزاكم الله خيرا. نحن بينا هذا وقلنا إن ليلة القدر في شهر رمضان قطعا، هذا هو المقطوع به. أما معرفة الليلة التي تكون فيها ليلة القدر على التحديد فالله أعلم بذلك، ولله الحكمة في إخفائها من أجل أن يجتهد المسلم في جميع الليالي حتى يكثر عمله ويعظم أجره، هذا خير له، هذا خير له، فالله أخفاها لحكمة من أجل أن المسلم يجتهد في جميع ليالي رمضان، لأنها كلها خير، فيكون قد حصل على ليلة القدر وحصل على أجر بقية ليالي رمضان، وهذا خير عظيم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يتعين أنها ليلة 27، إنما هو من باب التحري، من باب التحري فقط، وإلا فهي محتملة، محتملة في جميع الليالي من أول الشهر إلى آخره، ولكنها في العشر الأواخر آكد، آكد تحريا، وفي الأوتار من العشر آكد أيضا، وآكد الأوتار اختلف العلماء على أقوال كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أكثر من 40 قولا، أكثر من 40 قولا في ليلة القدر، ولكن الأوتار آكدها والله أعلم ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 27، وسبع وعشرين هي آكدها عند جمع من أهل العلم. نعم. يقول السائل: إذا كان تفسير ليلة القدر على أساس أنها ليلة التقدير السنوي، فكيف نوفق بين هذا التفسير وبين ما ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ هذا السائل ما انتبه للكلام، ما تنبه. نحن بينا هذا وقلنا الله قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة، هذه المقادير العامة، المقادير العامة. أما التقدير الذي في ليلة القدر فهو تقدير خاص بالسنة، تقدير خاص بالسنة، وهو مأخوذ من التقدير العام. هناك التقدير الذي يكتب على الجنين في بطن أمه أيضا، من أين يؤخذ التقدير؟ يؤخذ من التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، من أين؟ من اللوح المحفوظ. فالتقدير العام في اللوح المحفوظ، والتقادير الخاصة كلها تؤخذ من التقدير العام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول أعتمد على الله تعالى في طلب العلم أولا ثم على كتب العلماء ثانيا، هل في هذا محظور؟ لا، ما في محظور، هذا طيب إنه يعتمد على الله أولا ثم على كتب أهل العلم الموثوقين، لأن العلم هو مدون في الكتب، هذا من رحمة الله أن هذه الكتب تحفظ لنا العلم عن الضياع، فهي وثيقة عند المسلمين وثروة عظيمة، فنحن بعد الاعتماد على الله في التوفيق والهداية نعتمد على هذه الكتب لأنها حفظت لنا هذا العلم المبارك، فهي وثائق عندنا وثروة عندنا، وهي نعمة عظيمة بأيدي المسلمين. نعم. يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يستاك بسواك له طعم، وإذا ابتلع شيئا من قشوره هل يكون قد أفطر؟
لا يمنع الصائم، بل يستحب له أن يستاك، وطعم المسواك لا يؤثر على الصيام، لا يؤثر على الصيام، ولكن إذا أحس بطعم واضح وطعم كثير يلفظه، يلفظ الطعم، ما يتعمد بلعه، ولو بلعه من غير تعمد فلا شيء عليه. نعم. يقول السائل: أفيدونا جزاكم الله خيرا في كيفية صلاة التسابيح. صلاة التسابيح غير ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير مشروعة، أي بدعة، لأن الحديث الوارد بها حديث لا يثبت، ليس له سند صحيح كما نص على ذلك أهل العلم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن صفتها وكيفيتها مخالفة للصلوات الصحيحة المشروعة، مخالفة، فيها غرائب وفيها أشياء مخالفة للصلاة المعروفة المشروعة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بها. وفي الصلوات المشروعة ما يغني عن صلاة التسبيح، اللي عنده رغبة في الخير يصلي، صلي صلاة الضحى، وأفضل من ذلك يصلي في الليل، يتهجد في الليل، ويصلي الرواتب التي مع الفرائض، المجال مفتوح، ويصلي الصلوات المعروفة المشروعة. وأما الصلوات الغرائب التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيتركها، ما أحوجه الله إليها. نعم. يقول السائل: شاب لا يصلي أراد أن يأتي بعمرة عن أبيه، فهل تجزئ هذه العمرة؟ الذي لا يصلي لا تصح عمرته ولا حجه، ولا يصح له عمل حتى يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة. نعم. يقول السائل: إذا مرض المسلم عليه أن يذهب إلى الطبيب فورا أو عليه أن يصبر ثم بعد ذلك يذهب؟ لا مانع أنه يذهب إلى الطبيب ويتوكل على الله، يعتقد أن الشفاء من الله وأن الطبيب سبب فقط، ولا مانع من الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لا مانع من ذلك، فالطبيب سبب وأما الشفاء فهو بيد الله سبحانه وتعالى، فأنت اعمل السبب، والله جل وعلا هو الذي يرتب المسببات، فتوكل عليه سبحانه وتعالى، ولا تنافي بين فعل الأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: هل يجوز قطف الثمر أو الفاكهة قبل موعد نضجها لضرورة معينة؟ لا بأس قطف الثمر قبل بدو صلاحه إذا كان ينتفع به، لا بأس، إنما الممنوع بيعه قبل بدو صلاحه، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لما يخشى من أنها تصاب بالعاهات فتذهب أموال الناس. وأما أنها تقطع قبل صلاحها ليستفاد منها إذا كان فيها فائدة فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة لتحويل الأموال من بلد إلى آخر للخروج من شبهات الربا؟ وهل أصل الريالات هو الفضة بحيث يجري فيها ربا الفضل والنسيئة؟ وهل أصل الدنانير والدولارات هو الذهب فتكون كالتي قبلها؟ ايش يقول؟ يقول: ما هي الطريقة الشرعية الصحيحة لتحويل الأموال من بلد إلى آخر للخروج من شبهات الربا؟ الطريقة الصحيحة للتحويل أن تشتري العملة التي تريد تحويلها، تشتري العملة التي تريد إرسالها، ثم ترسلها عن طريق البنك أو عن طريق المصارف إلى البلد بعد أن تشتريها،
أما أنك تدفع لهم النقود ثم يدفعون لك بدلها في بلد آخر فهذا فيه تأخر القبض، قبض العوض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدا بيد، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، بيع ذهب بفضة مثلا، أو بيعت عملة بعملة أخرى، عملة دولة بعملة أخرى، اختلف الجنس، يجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض في المجلس. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فتشتري العملة التي تريدها ثم تحولها عن طريق البنك أو المصرف أو ترسلها مع شخص. هذه هي الطريقة الصحيحة. وبعض العلماء يقول إنك إذا سلمت العملة لهم ثم سلموك شيكا مصدقا، شيكا مصدقا بالعملة الأخرى، فإن الشيك المصدق يقوم مقام القبض. أفتى بعض العلماء بذلك، ولكن لا شك أن الاحتياط وأن الطريق الصحيح الذي لا شبهة فيه أن تشتري العملة التي تريدها ثم ترسلها. نعم. يقول السائل: إنني أعمل بمحل مجوهرات بمصر، وصاحب المحل نصراني ويعرض. وبقية السؤال يقول: ما هو الأصل في النقود؟ الأصل في النقود الذهب والفضة، الأصل في النقود الذهب والفضة، والأوراق النقدية بديلة عنها تأخذ حكمها، لأن البدل له حكم المبدل. فالأوراق النقدية التي يتعامل بها الآن هذه بديلة عن الذهب وعن الفضة، فتأخذ حكمها ويدخلها الربا كما يدخل الذهب والفضة. نعم. يقول السائل: إنني أعمل بمحل مجوهرات بمصر، وصاحب المحل نصراني ويعرض في المحل صلبان، يعرض في المحل صلبان، فهل يجوز لي أن أبيع هذه الصلبان؟ لا يجوز لك أن تبيع الصلبان. الصلبان محرمة، صناعتها وبيعها وشراؤها، لأنها شعار النصارى، شعار الكفار، ولا يجوز لك أن تبيع شعار الكفار وأنت مسلم، لأن هذا ترويج لشعار الكفار الذي يعبدونه من دون الله عز وجل، فهي مثل الأصنام لأنهم يعبدونها من دون الله عز وجل، لأنهم يزعمون أنها على صورة المسيح وهو مصلوب، يزعمون هذا، ولذلك يعبدونها ويتبركون بها ويعلقونها على صدورهم وعلى ممتلكاتهم، يعتقدون لذلك تعبد لها. فلا يجوز للمسلم أن يبيعها لأنه يعين على الباطل. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لك أنك تبيع الصلبان، تبيع من السلع المباحة، تبيع من السلع المباحة، وأما الصلبان فلا يجوز لك أن تبيعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإسلام في التمثيل المعروف اليوم، وهل هناك تمثيل حلال وتمثيل حرام؟ تمثيل ليس من عمل المسلمين، إنما هو مستورد من عادات الكفار، وما عرف التمثيل إلا من الكفار، من المسارح الأوروبية، فهو عادة إفرنجية وعادة الكفار. ما كان المسلمون يمثلون ولا عرف التمثيل عند المسلمين إلا لما تسرب إليهم التشبه
بالكفار فلا يجوز التمثيل، التمثيل لا يجوز للمسلمين وليسوا بحاجة إليه ولله الحمد. نعم. تقول السائلة: أنا امرأة أبلغ من العمر 55 سنة، انقطعت عني الدورة منذ سنة، والآن لي 15 يوم ينزل علي الدم وأنا صائمة. امرأة إيش؟ تبلغ من العمر 55 عام. 55 سنة. أي نعم. انقطعت عني الدورة منذ سنة، والآن لي 15 يوم ينزل علي الدم وأنا صائمة، ماذا أفعل في الأيام التي انقضت؟ هل أعيدها؟ هذا الدم الذي بعد 50 لا يعتبر، هذا نزيف وليس هو حيض، ليس حيضا بل هو نزيف نتيجة مرض، فلا يمنع من الصيام ولا من الصلاة لأنه ليس حيضا إنما هو نزيف ومرض، فعليك بمراجعة الأطباء لعلاجه، ولكنه لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام لأنه لا حيض بعد 50. سن الإياس عند جمهور أهل العلم 50 سنة، واللائي يئسن من المحيض، الإياس 50 سنة وليس بعده حيض، فإن جاء دم بعد 50 فإنه ليس حيضا وإنما هو نزيف. نعم. يقول السائل: هل يجوز لمحرم أن يحلق لنفسه؟ نعم لا بأس، إذا أدى المناسك العمرة طاف وسعى فإنه يقصر أو يحلق نفسه يتحلل ليكمل المناسك. نعم، لأن هذا بنية التحلل. نعم. وهل يجوز لمحرم قبل أن يتحلل أن يحلق لغيره؟ نعم وكذلك، لأن هذا من باب التحلل من الإحرام ومن باب فعل النسك فلا مانع. نعم. يقول السائل: رجل يملك شقتين، مؤجر الأولى بمبلغ شهري والثانية يستخدمها مقر للتجارة التي يملكها، فما الزكاة فيها؟ أما المحل الذي يستعمله للبيع والشراء ويسكنه للبيع والشراء ليس فيه شيء، وأما المحل الذي يؤجره فإنه يزكي الأجرة، يزكي الأجرة التي يحصل عليها منه، وأما نفس المحل الذي يؤجر فليس عليه زكاة، إنما الزكاة في أجرته. نعم. يقول السائل: هناك شركة تبيع السيارات بالتقسيط لكنها تشترط على المشتري أن يؤمنها على جميع الأخطار، فما حكم هذا البيع؟ البيع صح، البيع مباح، حل الله البيع، البيع مباح، ولكن التأمين حرام، التأمين حرام لأنه أكل لأموال الناس بالباطل، بحيث لو حصل حادث فإن السيارة صلح من أموال الشركة، وأموال الشركة ليست لهم إنما أخذينها من المساهمين، فأنت تأخذ من أموال المساهمين بغير حق، ربما أنك تدفع قسطا يسيرا وتصلح سيارك بمبالغ كثيرة، ما الذي يبيحها لك المبالغ من أموال الناس؟ هذه مبالغ من أموال الناس، ما الذي يبيحها لك وأنت لم تدفع إلا شيئا يسيرا؟ فالتأمين لا يجوز، أما البيع والشراء إذا سلم من التأمين فلا حرج فيه. نعم. يقول السائل: طردني أبي لعدم حلق لحيتي، فما واجبي نحو أبي؟ واجبك أن تبر بوالدك وتحسن إليه، لكن لا تطعه في المعصية، حلق اللحية معصية ولو طردك والدك، لا تطعه، لا تحلق لحيتك ولو طردك، أنت على أجر وعلى صواب وهو مخطي وعاصي، ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لكن لا يسقط حقه عنك، فتبره وتحسن إليه. نعم.
يقول السائل: نذرت منذ حوالي 10 سنوات أن أصوم الاثنين والخميس ولم أوفي بالنذر، فما الحكم؟ الواجب عليك أن تقضي الاثنين والخميس الذي تركته السنوات الماضية، عليك القضاء وعليك كفارة يمين عن كل اثنين وخميس. لماذا لم تنفذ النذر؟ إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء به، قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال سبحانه في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر إن الله يعلمه. قال سبحانه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليوفوا نذورهم، هذا أمر. وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن ينحر إبلا ببوانة، اسم موضع، لما استفصل هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، هل فيها عيد؟ قالوا: لا يا رسول الله، ليس فيها وثن وليس فيها عيد. قال: أوفي بنذرك. قال له صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة لا يجوز له أن يتركه، بل لا بد أن ينفذه. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز إجهاض الجنين بأمر من الطبيب لتحقيق سلامة الأم؟ إجهاض الجنين لا يجوز ولو أمر الطبيب بذلك، إلا إذا حصل تقرير من لجنة طبية موثوقة إن بقاء الحمل في الأم يقضي على حياتها، إذا كان يقضي على حياتها ويخشى أنها تموت، وهذا بتقرير لجنة ما هو بتقرير طبيب واحد، فلا بأس من إسقاط. أما ما يتلاعب به بعض الأطباء من إسقاط الأجنة بدون حكم شرعي وإنما هو بتصرفهم هم، هذا أمر محرم. الأمور لها ضوابط، ما هي فوضى، الأمور لها ضوابط، فلا بد من تقرير طبي من لجنة طبية موثوقة من أهل الخبرة أن بقاء هذا الحمل في هذه المرأة يقضي على حياتها ويخشى عليها من الموت، حينئذ يجوز إسقاطه. نعم. يقول السائل: ما حكم العقد العرفي الذي يفعل في بعض البلدان الإسلامية؟ نعم. ما حكم العقد، أي عقد الزواج، العرفي الذي يفعل في بعض البلدان الإسلامية؟ العقد، عقد النكاح، يشترط له شروط، شرط له شروط. أولا يشترط الولي، والولي للمرأة وهو أقرب عصبتها يتولى العقد. وثانيا حضور شاهدين يشهدان على العقد. وثالثا رضا الزوجين، أن يكون كل من الزوجين راضيا بالآخر. فإذا تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، وإذا اختلف شرط منها فالعقد غير صحيح. نعم. يقول السائل: أنا طبيب جراح، يأتيني فتيات قد والشرط الرابع تعيين المرأة، تعيين المرأة المعقود عليها، فلا يقول عقد لك على بنت فلان، لا بد يقول عقد لك على فلانة بنت فلان. أما يقول عقد لك على بنت فلان أو أخت فلان هذا لا يكفي، لأن هذا غير معين، لا بد من تعيين المرأة المعقود عليها، وتعيين الزوج أيضا لا بد من تعيين الزوجين. فإذا توافرت هذه الشروط العقد صحيح. نعم. يقول السائل: أنا طبيب جراح، تأتيني فتيات قد فقدن غشاء بكراتهن
فهل يجوز لي إذا قمت بإصلاح غشاء بكراتهن قبل الزواج بغية سترتهن فهل آثم فهل علي إثم؟ نعم تأثم بذلك، لأن هذا من الغش، هذا من الغش للناس، فلا يجوز لك تعمل هذا العمل، لأن الزوج يحسب أو يظن أنها بكر من الأصل ولا يدري عن هذه العملية. إذا كان يبين للزوج أنها عولجت، أنها كانت زائلة البكارة وعولجت فلا بأس، أما أنه يكتم عليه ويأخذها على أنها بكر من الأصل فهذا غش لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. الأمور أمور المسلمين على الوضوح، عيب على الغش، لازم توضح الأمور ولا يكتم شيء من العيوب. نعم يقول السائل إذا قام الرجل يصلي بالليل وأيقظ أهله فهل يصلون جميعا معه أو يصلي كل واحد على حدة؟ يجوز هذا وهذا، يجوز أن كل واحد يصلي على حدة ويجوز أن يصلوا جميعا، هذا في رمضان خاصة صلاة التراويح أو صلاة التهجد في رمضان، وأما في بقية السنة فلا تشرع الجماعة لقيام الليل، لكن لو فعلت بعض الأحيان من غير مداومة، فعلت الجماعة بعض الأحيان من غير مداومة فلا بأس، أما المداومة على الجماعة في النافلة في غير صلاة التراويح هذا شيء لا يجوز. نعم يقول السائل أرملة لديها مبلغ من المال فهل يجوز أن تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على أولادها القصار علما بأنهم في حاجة إلى ذلك؟ أرملة علما لا أرملة أرملة لديها مبلغ من المال فهل يجوز أن تخرج زكاة هذا المال وتنفق به على أولادها القصار علما بأنهم بحاجة إلى ذلك؟ إن كان المال لها هي، إن كان المال لها هي يجب عليها أن تخرج زكاته وأن تنفق على أولادها القصار، لأن نفقة الأولاد تجب على الوالد، تنفق عليهم من مالها ما دام لها مال. أما إن كان المال للقصار ورثوه عن قريبهم فعليها أن تحفظه لهم، عليها أن تحفظه لهم وأن تخرج زكاته نيابة عنه وأن تنفق عليهم منه، لا بأس تنفق عليهم منه وتخرج زكاته وتحفظ الباقي لهم